قال رئيس الجمهورية برهم صالح أن شعب إقليم كردستان يتطلع إلى حكم رشيد وإلى عدالة اجتماعية كباقي مناطق العراق، موضحاً أن العراقيين يستحقون أفضل كثيراً مما هم فيه اليوم. وقال صالح خلال حوار صحفي أن المنطقة بحاجة إلى منظومة إقليمية جديدة على صعيد الأمن والتعاون الاقتصادي، مضيفاً أن المنطقة عانت من حروب كثيرة كان آخرها الحرب ضد داعش الإرهابي. وأكد الرئيس صالح أن صراعات المنطقة يجب أن تحل بالحوار والتفاوض، مبيناً أن إيران دولة لها مكانة ووضع خاص في المنطقة ولا يمكن تجاهل ذلك، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار الإقليمي وعدم إتاحة الفرصة لزعزعة الأمن من خلال إقامة منظومة إقليمية جديدة، مشيراً إلى أهمية دور العراق مع دول الجوار لإقامة تفاهم إقليمي مشترك.